طيب تعالوا بقى نروح لمقر النادي الاهلي ونشوف اخر اخبار الصحف العربيه والاجنبيه مع زميلتنا العزيزه مريم سميح مراسله قناه الاهلي. يا مريم اهلا بيكي. يا صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان. صباح الفل عليكي، وهاتي ما عندك وقولنا إيه الأخبار الموجودة عندك اللي تصدرت عناوين الصحف العربية والأجنبية، تفضلي. تمام، النهارده طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيره يعتبر اغلب العناوين عناوين الصحف المحليه وتحديدا المصريه طبعا كلها كانت بتتناول الانتصار اللي حققه امبارح النادي الاهلي على اسوان بثلاثيه نظيفه دون رد. فمن بوابه الاهرام كان العنوان الابرز الاهلي راح اليوم ويستأنف ميرانو الاربعاء. منح الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي طبعا النهارده راحة للفريق بحيث ان هو هيستأنف تدريباته غد الاربعاء لمواجهة الزمالك طبعا في مباراة القمة يوم السبت المقبل. واضافت بوابة الاهرام ان الاهلي حقق الفوز على اسوان يعني امس بثلاثية نظيفة دون رد، وبكده يكون طبعا يعني رصيد نقاط وصل ل 56 نقطة صدارة جدول الدوري الممتاز، وتجمد رصيد أسوان عند 19 نقطة في المركز الـ13. من الوطن سبورت، الأهلي واصل منفردا، واصل الفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي طبعا انتصاراته وانفراده بقمه الدوري بعد فوزه على اسوان امس بثلاثه اهداف نظيفه. اضاف الموقع كمان ان الانجولي جيرالدو افتتح الاهداف الحمراء في الدقيقه التاسعه، ووليد سليمان يعني كمان وصف الموقع ان الهدف كان براسيه متقنه من جيرالدو، واضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقه 83، واختتم بادجي الأهداف في الدقيقة 93. ومن بوابة فيتو هاشتاج وليد سليمان بيتصدر تويتر. طبعا أكدت بوابة فيتو أن امبارح عقب يعني إحراز وليد سليمان للهدف الثاني يمكن الهاشتاج بتاع وليد سليمان تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأغلب طبعا يعني جمهور النادي الأهلي تداول الهاشتاج بكثرة جدا خلال الساعات القليلة الماضية، وكمان يعني استمر تداول الهاشتاج حتى صباح اليوم بعد ما أحرز وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة في الشوط الثاني. واخيرا بالنسبه لاخبار النادي الاهلي من موقع اليوم السابع، الاهلي بيهزم اسوان بثلاثيه نظيفه في البروفا الاخيره قبل القمه. طبعا يعني الموقع اعتبر ان دي كانت بروفا اخيره قبل مواجهه الزمالك يوم السبت المقبل في مباراه القمه طبعا اللي بينتظرها الكثيرون. استعاد الفريق الاهلي ذاكره الانتصارات بعد التعادل مع الانتاج الحربي، واضاف اليوم السابع كمان ان الاهلي عاد للانتصارات بعد الجوله الماضيه بعد التعادل اللي حصل الجولة الماضية على الانتاج الحربي، ورفع رصيده الى 56 نقطة، وال 56 نقطة بتؤمن يعني نادي الاهلي اللي هيظل يدافع عن رحلة الدفاع عن اللقب المحلي. واخيرا على الصعيد العالمي من موقع يوم، ميسي لم يعلن برشلونة برغبته في الرحيل. طبعا يعني الهزيمة اللي حصلت من بايرن ميونخ خلال الأيام الماضية لسه صداها موجود لحد دلوقتي على أغلب المواقع العالمية، ولكن كان العنوان الأبرز هو ميسي لم يعلن برشلونة برغبته في الرحيل، لأن أكدت الإمارات اليوم أن مصدر في قال ان ميسي ما بلغش الاداره ان هو عايز يرحل، خاصه ان هو يعني بعد الخروج المذل من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا على يد بايرن ميونخ 8-2. ميسي طبعا وسائل اعلام كتيره جدا وخاصه المصدر او الوسيله الاعلاميه البرازيليه سبورتي انتراتيفو اكدت ان ميسي ابلغ الاداره ان هو بيرغب في الرحيل، ولكن الإمارات اليوم نقلا عن مصدر موثوق من داخل برشلونة أكدت أن ميسي أبلغ الإدارة
رغبة، خاصة إن العقد هينتهي في 2021. ويمكن دي كانت أبرز الأخبار المحلية والعالمية، وتحديدا طبعا يعني الصحف تناولت كل الأخبار المتعلقة بانتصار النادي الأهلي أمس. عودة للاستوديو مرة أخرى. نشكرك زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي دايما الحقيقة شغلها زي الفل، ودايما هي وكل المراسلين والمراسلات من الزملاء والزميلات دايما معلوماتهم يعني كافية ووافية الحقيقة.